السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طه طلول، رجعنا لكم بفيديو جديد. وحي الله المتابعين، والله عندنا فيديو اليوم جاني ضيوف صورتهم سناب، صورتهم تيك توك، والحين بنصورهم يوتيوب. بس ذي المرة نصورهم ونعطي معلومات عنهم، يعني بنحاول قدر الاستطاع اني يعني اجيب مقطع كذا مرتب حلو. انا شوف بحاول بعطيه اللي عندي، وباذن الله عاد الباقي عليكم. عندي ضيفين هنا الحين اوريكم اياهم، اكيد شفتوهم في صورة العبط وشفتوهم بعد في العنوان حق المقطع. بس بنجيب لكم الفرخين ونكمل المقطع. بس قبل نسيت قبل نروح نجيب الفرخين، لايك يعني لازم اعطيه لايك دعم للقناة، والاشتراك يعني عشان تشوف مقاطعي اول باول، وجرس التنبيه اذا نزلت مقطع جديد يجيك شعار اني نزلت مقطع جديد. ويلا خلينا نروح نجيب الضيوف واجي. جبنا الحلوين، هذا اول حلو. تعال الله اكبر، تعال. لقيته يصلي، جيت ابغى اشيله يقول لي وش. هذا اللي يصلي، ما ادري كان شكله كان متربي عند شايب. يلا الله اكبر، صل يلا صل. طبعا هذا كبير، هذا متكلم وأليف ويصلي ما شاء الله تبارك الله، حافظ على صلواته. هذا الصغير، شوف الصغير ما يدري وين الله حاطه. شوف مع اني ما اكل قبل شيء. شوف اول معلومة بعطيكم عني، عندي عقدة من ذا الطير كنت اخاف منه. شوف كنت اخاف منه مرة، حتى من جاء ما شلته، قعدت اتفرج عليه كذا في القفص ما لمسته مرة، لان اول طير يعضني كان كاسكو، وعضني عضه انا كان عمري 7 سنين، دم قاعد ينزل، وبكيت وكرهت ام الطيور من ذاك اليوم. عد رجعت لها بعد ما صار عمري 18 سنه، من 7 سنوات ل 18 سنه بعدين رجعت لها. بس انا كنت اكره الطيور صراحه، اصلا مع الطيور ودخلتي للطيور لها قصه لحالها. لو تبون اقول لكم قصتي مع رجعتي للطيور وحبي للطيور انزلها مقطع كذا خاص فيها. خلنا اوريكم اول شيء، هذا الصغير، هذا الكبير. شوف كيف، شوف عيونه، شوف ناظر عيونه، شوف كيف عينه. خلنا اوريكم عين الصغير، شوفوا عين الصغير، شوفوا كيف كلها سوداء. هذا فرخ، شوف الكبير جايكم كذا ابيض اسود. شوفوا، لا 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 طيح الكاميرا. هذا رجع غيره، خلنا نعطيكم معلومات عن هذه الطيور الحلوة أو الببغاوات الحلوة. طبعاً أي طير جديد لازم أقرأ عنه معلومات، والحين بقول لكم المعلومات اللي قريتها عن الكاسكو. فائدة قراءة المعلومات تحاول تحاكي طبيعة الطير، وتشوف الطير وش يحب وش يكره، وتعرف أعمار الطيور، وتعرف أشياء كثيرة عن الطير اللي عندك. أول معلومة أن هذا الطير مشهور جدا ومعروف باسم الببغاء الأفريقي الرمادي، وهذا الفرخ من الكاسكو. شوفوا كيف شكله جاي، يشبه الكاسكو الكبير بس الريش ما هي بمكتمل، والعين كلها سوداء عكس الكاسكو الكبير. وفي كثير من الناس يعرفون أعمار الكاسكو من العين. شوف هنا الطير شاف الكاميرا ويبغى ياكل الكاميرا لانه كان جيعان، ما ادري اكلته بس هو يحب الاكل كثير ما شاء الله عليه. والطير هذا ربي رزقه ذكاء لدرجة انه يقدر يحفظ 1000 كلمة ويقدر يكررها. طبعا زي ما انتم شايفين هذا الببغاء يعتبر من الببغاوات الكبيرة. وشوف الفرخ، رفعنا الجناح، شوفوا كيف الريش سبحان الله باقي ما تفكك. شوفوا هذا الابيض يتقشر وتنفك الريشة وتصير مكتملة. طبعا اول ما يكتمل الريش اللي تحت الجناح يقدر يرفرف مسافات قريبة. وطبعا الطير هذا من الطيور اللي تعود على البشر ويقدر يعيش معاهم طول حياته من غير ما يتزاوج. طبعا هذا ما اكتمل ريشة او ما تفكك الريش، شوف لما تلاحظون تحت الجناح باقي ما مفك الريش. طبعا اي طير يوصل لعمر التزاوج او اي حيوان يوصل لعمر التزاوج اخلاقه تخرب، يعني يبدأ يعض، يبدأ يصير وحشي. وهذا الببغاء يربونه في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط،
يعني محبين الكاسكو في أماكن كثيرة، أو محبين الكاسكو في دول كثيرة، بس أنا ما كنت من ضمنهم للأسف. الطير جلس عندي يومين، في اليومين هذه لاحظت على الطير يحب القفص بشكل عجيب، يعني ما يبغى يطلع من القفص. إذا دخلت يدي عنده في القفص يبدأ يعضني، يعني ما يبغى يطلع. الحين أحاول أطلع على يدي رافض، شوفوا كيف يوخر مني مع أنه أليف، بس يحب القفص ولا يحب أحد يخرب جوه. شوفوا حطيته في الأرض، شوفوا كيف على طول راح للقفص وطلع لأعلى القفص. طبعا سعر الفرخ اللي نفس حجم هذا بالضبط من 3800 إلى 4200 أو 4500، هذا سعره عندنا في السعودية. كات الباب اللي تحت بشوف يدخل القفص ولا لا. طبعا صدمني أنه دخل القفص بكل هدوء وعلى طول جلس محله. شوفوا كيف مستحيل هذا الراز يسويها، أو الكروان حتى لو كانوا أليفين ما يحبون القفص مثل حب الكاسكو للقفص حقه. وأي واحد عنده معلومات عن الكاسكو يكتبها لنا في الكومنتات تحت. بس كان إلى هنا يعني أعطيتكم معلومات عمر الطير، اللي قلت لكم أن الطير وصل عمره 40 سنة أو 41 سنة. بحط لكم المقطع تحت في الوصف، مقطع لمطوع المطوع سوى مقابلة مع واحد وصل ما شاء الله عمر الكاسكو حقه 41 سنة. شوفوا المقطع تحت وبتشوفون يعني بتشوفون الكلام اللي قاله المطوع مع في المقابلة مع الرجال، وكان مع مين الطير وتربى مع مين. تربى مع جد الولد وربى أبو الولد، بعدين تربى مع الحفيد. شوفوا المقطع هذا، بحط لكم إياه تحت، شوفوا عند المطوع المطوع يعطيكم معلومات كلها عن الطير هذا. وطبعا هذا الطير قلت يعني من الطيور اللي مستحيل أشتريه. فك يا أخي، كنت أقول هذا الطير من الطيور، فك يا أخي، كنت أقول هذا الطير من الطيور اللي مستحيل أشتريها، بس من جاني هذا الفرخ حط عندي الرجال بدأت أحبهم. مع أن حركة العين دي اللي يكبر كذا يصغر يكبر خوفني، دي مرة فيها رعب. شوف صراحة الطيور الكبيرة باقي أنا ما متعود عليها، كل اللي ربي روز فيشر باجي طيور يعني صغيرة كذا. أكبر طير يعني اعتنت فيه الكروان، هذا أكبر طير. الحين أنا مستغرب من حجم الببغاء ما شاء الله، هذا ما شاء الله فرخ. يعني ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل نشتري ببغاوات كبيره، بس خل القناه تكبر باذن الله، ودخل القناه بعد اهم شيء، اهم شيء دخل القناه يكبر، وباذن الله بتشوفون ببغاوات وطيور كبيره باذن الله. يمكن اخش حتى في حيوانات غير الطيور، حبوب كذا بس يبغى ياكل ما يفكر في حاجه ثانيه. واللي لاحظته في الطير، ترى انا كنت احسب هذا الطير بس جالس في القفص يتكلم. تعرفون سعيد اللي مع كوكو الببغاء اللي مره يعني ما شاء الله سعيد معروف، عنده كم 200 الف تقريبا في اليوتيوب اللي يتصور كوكو. صدمني من شفت ان الطير هذا مو بس في القفص، انه يطلع ويلعب ويجي، يعني طير ممتع صراحه ممتع. من شفته استغربت، قلت هذا كله يجي من كاسكو، لان الكاسكو اشوفه في بيوت الناس زي كذا في القفص ويعطي كلمات، هذا اللي اشوفه. يعني ما قد شفت كاسكو اليف، كل ما اقرب منه يطلع صوت هذاك كذا، ذاك الصوت اللي بحط لكم اياه في المقطع، صوت مرعب، حتى صوته مرعب اذا هو زعلان. عشان كذا قلت هذا الطير شكله بس في القفص يتكلم، ما قد عمري شفت يعني طير يجي ويتكلم زي كوكو اللي مع سعيد. وبس بإذن الله أني بشتري، يعني خشت في مزاجي، بدأت أحبه، ما بدأت أحب الكاسكو بعد كره، يعني بدأت أستقبله شوية، وبإذن الله أن نشتري يومي. وبس لهنا يكون انتهى مقطعنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك يا أحسن متابعين وأحلى متابعين، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وشكرا على المتابعة وشكرا على الدعم في المقاطع اللي فاتت. وبإذن الله نشوف دعم أحسن وأحسن إلى أن نوصل 20,000، وبعدها نبي نوصل 100,000 بإذن الله. ما في شيء مستحيل، وبإذن الله نوصل للي نتمناه، وتوصلون أنتم بعد للي تتمنونه بإذن الله يا حي القيوم. بس لهنا يكون انتهى المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك، بإذن الله نشوفكم المقطع الجاي، والسلام عليكم.